جاي شارك بالنسبة لحقوق المرأة، وأهم شيء أنه العنف ضد المرأة، لأنه كل مرأة بلبنان ضحية. جاي كرمال أمي لأنه ما نساعد أنه بالركب نصير في مساواة بين الرجل والمرأة وما يكون في تمييز. هيدا عينة من القضايا اللي حملوها المشاركين بالماراثون، وبعد في قضايا أكتر بكتير. أنا عم بركض اليوم كرمال نسوان لبنان، صبايا لبنان، كرمال صحتهم. نحن جروب فنزويلية سوا، لبنانية فنزويلية وفنزويلية، جايين نشارك هون ونشجع أول شيء لبنان والإمرأة بلبنان وحقوقها. بس to support all the women in Lebanon والorganizations يلي عم they're supporting المرأة وحقوقها بلبنان. وهو لمين جاي؟ هو صبي ما طلع له رقم، بس he's coming to support as well. نركض اليوم كرمال حملة وطنية أطلعناها السنة، هي حملة لمنع الزواج القاصر بلبنان. شاركة أكيد مشان المرأة، وأكثر شيء تفرج إنه في أشياء حلوة بلبنان. نقي قضية تركت كرمال اليوم، شو بتنقي؟ قضية العنف الحقيقة. بنفس هيدا الماراثون نادين ما ركضت، لكنها مشيت مع أصحابها وقضيتها السرطان. أنا عرفت بجانيوري إنه معي بريست كانسر، وقررنا من أصحابي نعمل حملة ننزل كرمال الكانسر، لأنه أنا عمري 32 سنة وما حدا بالعائلة معه كانسر. So I think we should raise awareness. مش بعيد كتير عن نادين كان في مجموعة من المناضلين السيدات والرجال نزلوا على الماراثون بإيدهم رسالة حياة. أنا ما فيني نقي نضية وحدة، بس فيني أعرف شغلة أنا اختبرتها بحياتي، إنه الضعف نعمله قوة. المرأة فيها تعمل أي شيء، كانت على الكرسي أو كانت عم تمشي، إذا حدت براسها والإرادة كانت موجودة بتوصل. المرأة ركضت معها كمان عدد كبير من المشاركين الأجانب. نربح بالحياة، مش إنه على طول نكون تعيسة. Running to promote breastfeeding, protect it and support all women. الحماس اللي على الأرض كان هو ذاته على المنصة. حلو الركض، ولكن كمان حلو يكون بداخل كل إنسان في قضية عم يركض لأجلها. أتمنى أن أرى المرأة اللبنانية على منصات دولية بالرياضة. بنهار واحد اللي هو 8 أيار بيحتفل العالم بيوم المرأة، بس بلبنان 4 أيار وكل يوم هو يوم للمرأة لتركض لقدام.